السلام عليكم ورحمة الله. قبل البداية، إن كنت تحب وتفتخر بهذا النجم ضع لايك للفيديو. يوم أمس كانت كل الطرق تؤدي إلى مباراة نادي مانشستر سيتي ونادي أرسنال. المباراة كانت قمة الأسبوع بامتياز، وقد انتهت بعد أن شهدت نتيجة كبيرة وتنافسية عالية بفوز مانشستر سيتي بهدف وحيد. ولكن الأمر الذي لم ينتبه له أحد كان ذلك الذي حدث بين مدرب نادي أرسنال والنجم رياض محرز. ففي لقطة حين خرجت الكرة إلى ركلة تماس لصالح محرز ومانشستر سيتي، قام مدرب أرسنال بأخذ الكرة ورفض تسليمها لرياض، وأراد استفزازه كي يقوم بردة فعل تشتت تركيزه. ولكن رياض محرز بقي مركزا ولم يرد الإساءة بمثلها، وترك مدرب أرسنال لحاله.